السلام عليكم بنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في قناتي كويزين تيتيما. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشارك معكم خمس طرق لتخزين الحامض او السيترون بطرق جد بسيطه وسهله، وكيبقى محافظ على المنافع ديالو وكيبقى مده طويله. بلا ما نطول عليكم نبداو في الطريقه الاولى اللي غناخذ هنا الحامض. بالنسبه للحامض فكيف ما كتشوفوا كناخذ الحامض يكون شويه الجلده ديالو كتكون رقيقه ما كتكونش غليظه. هنا باقي ما غسلتوش. الطريقه الاولى اللي غندير ليه هي اننا غنجيب واحد المنديل وغنمسحو فقط غنمسحو بحال هكا، يعني ما كنغسلوش كيبقى هكا. كنجيب هذا بالنسبه لاوراق المطبخ وكنغلفها بحال هكا. كنعاود بالنسبه ليا هنا رقيق، غنعاود ندوبلو كنغلف الحامضه بحال هذا الشكل. هذا كناخذ الثانيه حتى هي نفس الطريقه كنمسحها مزيان. فبالنسبه لهاد ورق المطبخ ورق المطبخ كيبقى يعني ما كيخليش الماء ديال الثلاجه يقرب ليه، يعني ما كيعمرش بالماء وكيخسر، كيبقى حتى الا خسرت وحده ما كتعاديش خواتاتها الاخرين. كنبقى مستمره على هذا الشكل حتى كنكمل الكميه اللي بغيت. كنجيب الكيس اللي خاص بالثلاجه وكنبقى وكندخلهم هنايا كنستفهم. فانا كيف ما كتشوفوا من بعد ما عمرت الميكا ديالي الخاصه كنحاول نخرج منها النفس وكنسدها مزيان. والنصائح اللي نعطيكم هي انه من الاحسن انكم توضعوها في البلاصه اللي كتكون قريبه للمجمد، يعني لتحت لتحت ديال الثلاجه. وبهذه الطريقه هذه كيف ما قلت لكم حتى الا خسرت وحده ما كتخسرش الثانيه، ولكن هذه الطريقه ما كتخليش الماء يدخل ليها، يعني ما كيغملهاش الماء ما كتغملش ما كتخسرش. كنبقاو محافظين عليها فقط في الثلاجه الوقيت اللي بغينا، سواء نغسلو به الحوت او لا نغسلو به عفوا الدجاج او لا الحوت او لا نشمرو به شي حاجه كيبقى بحال المهم فوق ما بغينا كنجبدو حيده. نمشيو دابا مباشره للطريقه الثانيه. فالطريقه الثانيه اللي غنستعملو هي طريقه ديال الطرقات اللي كانوا كيستعملوا الامهات ديالنا ديال زمان. او سميتو غنحتاجو هنا الحامض كيف ما كتشوفوا. الحامض من بعد ما غسلته مزيان كنحاول نغسلو ليه هاد الريوصه ونقاو مزيان، يعني حتى القشره ديالو تنقى مزيان وكنشفو، يعني ما فيش نقصد الماء. غنحتاجو كذلك الملح وغنحتاجو قرعه الزاج او لا قرعه وحده كبيره الزاج. انا هنا عندي قرعه صغار شويه. يمكنكم كذلك تستعملوا القراعي ديال بلاستيك. فالطريقه ديالو هي هذه، كنشدو الحامضه كنقطعوها ما كنوصلوش هنايا، يعني ما كنوصلوش للحد ديال الحامضه. كنعاودو نقطعو هكا، يعني كتولي الحامضه مقسومه على اربعه هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، وما كنوصلوش هذا الحد. كناخذو الملحه، نقرب شويه الكاميرا باش يبان لكم. ناخذ هنايا ندخل فيه الملحه ونعصر شويه، ضروري ما نضربو بحال هكا، يعني نورك عليه شويه يخرج منه شويه الماء بهذه الطريقه هذه. ونحاول نعمرو بالملحه بهذه الطريقه هذه. كنزيد نعاود نخدم معكم وحده اخرى. دائما ما كنوصلوش هاد الحد ديال الحامضه، ما كنوصلوش لحد الاخر ديال الحامضه. كنعاود نقسم هاد الطريقه هذه ودائما كنورك واحد شويه بحال يعني كنورك شويه كنخرج منها شويه الماء وكندير الملحه. بالنسبه لهاد الطريقه فيمكن ليها يبقى عندكم حتى المده ديال عام، ما كيخسرش ما كيوقع ليه حتى شي حاجه كيبقى هو هو. فقط تبعوا معايا الطريقه مزيان وتبعوا معايا المراحل باش ما يخسرش ليكم. هاد الطريقه كديرها الوالده ديالي كيبقى لمده عام ما كيخسرش. كيف ما كتشوفوا كنعصر من واحد شويه ديال الماء ماشي بزاف وكنعمرو بالملحه. فهنا من بعد ما كملت كيف ما كتشوفوا كناخذ قرعه الزاج. لكم الاختيار، يمكن لكم تستعملوا قرعه الزاج، يمكن لكم تستعملوا كذلك البلاستيك، ولكن البلاستيك يعني كنتمنى انكم تفادوا البلاستيك. كندخلو بحال هكا كنحطهم هاد القرعه يكونوا بحال هكا واقفين. نزيد واحد
واحده اخرى. فانا كيف ما كتشوفوا زحمتهم، فانا كيف ما كتشوفوا من بعد ما درت الحامض يعني كنزحمهم مزيان كنزيرهم كيف ما كتشوفوا. ناخذ داك العصر ديال الحامض اللي عصرت منه في الاول، نخوي عليه بحال هكا. فانا غنسد عليهم مزيان. فكيف ما قلت لكم في الاول كنت كنعقل على الام ديالي كانت كتصايبو بهالطريقه، ولكن هي كانوا كيديروا في كانوا كياخذوا القبص، القبص كانوا كيديروا كيخلطوا مع الماء وكيسدوا به مزيان باش ما يدخلش ليه الهواء، وكيبقى المده ديال عام ما كيخسرش ما كتوقع ليه حتى شي حاجه. هنا كانوا كيديروه في سطل كبير، كانوا كيديروا سطل كبير كيديروا كميه كبيره لحتى باش كيكون الحامض رخيص اولا كيكون الحامض موجود، فكيديروا كميه كبيره كيديروا سطول كبار واخا حتى تما كيديروا كميه كبيره وكيحتفظوا بها. انا هنا غندير فقط السلوفان وغنزدها مزيان. فهنا انا عاودت غنلفهم بالسلوفان كيف ما كتشوفوا، سديت القرعه مزيان باش ما تنفس حتى شي بلاصه. تقريبا كدوز واحد 15 يوم او 20 يوم كيبدا يطيب، وكتحتفظ بهم في مكان يكون مظلم. بالنسبه للطريقه الثالثه، فانا من بعد ما غسلت الحامض انا عصرو فانا من بعد ما عصرت الحامض اللي عندي كامل الكميه اللي بغيت، هذه الكميه خويتها في هذا باش يسهل عليا نخدم بها، نجيب هاد المول ديال فريغو. يمكن لكم تستعملوا ليمون ديال السيليكون، انا غنستعمل هادو اللي عندي وغنبدا نخوي فيهم الحامض ديالي. يعني يمكن لك تستخدميه في الطياب او لا حتى الا بغيتي في العصائر يمكن لك تستعمليه فيه. فانا من بعد ما عبأت قريعه ديولي كنغطيهم على هذا الشكل هذا وكندخلهم للمجمد. الوقت اللي بغيتهم كنجبد مكعب وكنخدم به. فبالنسبه للطريقه الرابعه، هي غنحتاج هنا الحامض كيف ما كتشوفوا من بعد ما غسلته، راه كنأكد على انني كنغسله مزيان يعني كندير ليه الشيطه يعني كنحكو مزيان ما تبقى به حتى شي حاجه. وديما كنصحكم انكم تاخذوا الحامض اللي كيكون الجلده ديالو رقيقه سيرتو بالنسبه لهذا الحامض. طريقه التخزين ديالو غنخزنوه للعصير، يعني بغينا العصير جميع مكونات العصير جميع العصائر عفوا. كيف ما كتشوفوا انا غنقطعو، غنحيد لي هذا الراس الفوقاني وغنقطعو شرائح رقيقه بهذه الطريقه. بالنسبه لهاد الحامض اللي كندير ليه بحال هكا، فهو بغيتو العصائر جميع انواع العصائر تيكون انه كيجي غزال، فقط كتحيدوا لي هاد اللب. انا هبط شويه الكاميرا باش يبان لكم مزيان. فقط كيف ما قلت لكم كنأكد انني كنحيد لي هاد اللب حيت هذا هو اللي كيعطي المروره ماشي القشره. فاش من بعد ما كنقطعوا شرائح كنقطع كل شريحه على أربعة ونوضعوا في واحد الاناء اولا سوبيره. فانا كيف ما كتشوفوا من بعد ما كملت الكميه اللي بغيت ديال الحامض عفوا لا درت الكميه اللي بغيت انايا، غنضيف لها واحد جوج معلقات ديال السكر سنيدة وغادي نخلط مزيان. نجيب دابا اكياس خاصه بالمجمد وغنضيف لها الكميه اللي بغيت ويمكن نعمرها. كنحاول نخرج منها الهواء اللي فيها وكنزير مزيان. كنعاود نجيب كيس اخر بهذه الطريقه هذه وكندخلهم المجمد. بالنسبه للطريقه الخامسه الطريقه الاخيره، فهنايا غنحتاج الليمون والحامض. يمكن لكم كيف ما قلتش لكم من قبل انكم يمكن لكم تستعملوا حتى الليمون الخضر ماشي الزنبوح، اليوم سميتو الحامض خضر عفوا.
انا هنا كنستعمل استعملت الخضار، استعملت الصفر، وغنستعمل الليمون. فنفس الطريقه اللي قطعنا بها في الاول، يعني غنقطعوا شرائح رقيقه. دائما كنزولوا العظم، العظم هو اللي كيطلق لنا المروره. بالنسبه للسيدات اللي كيجيهم مر، فهاد يعني ضيفوا ليه، نضيف ليه واحد اليوغورت نكهه الفاني كيهرس ليه ديك المروره اللي كتكون فيه، وكنوضعو في اناء. كندير ليمونه وحامضه، ليمونه وحامضه. انا بالنسبه عندي واحد ليمون حمر. فانا كيف ما كتشوفوا، بعد ما كملت الكميه ديال الحامض والليمون كامله اللي عندي، يعني درت ليمونه حامضه، ليمونه حامضه، يعني كل ليمونه كندير معها حامضه. كنضيف لها كذلك، كنضيف ليها واحد جوج معالق ديال السكر سنيده، وكنحرك. كنجيب اكياس بلاستيكيه، دائما اكياس، كنتمنى انكم تفاداو ديك الميكا اللي كاينه دابا. من بعد ما قطعوا الميكا ولات الميكا فيها واحد الريحه خايبه، ما بقاش على رقابه. هنا كنحاول باش نخرج منها النفس، ومن بعد الهواء اللي كيكون فيها الداخل. كنبقى نستمر على الشكل حتى كنكمل الاكياس ديالي كلها. دابا من بعد ما عمرتهم غندخلهم دابا المجمد. فهادو هما الطرق اللي كنعتمد انايا شخصيا باش نخزن الحامض ديالي، سواء للصيف او لشهر رمضان المبارك ان شاء الله. فهنا كيف ما كتشوفوا الطقاد هنا، فانا سبق لي رقدت من قبل، رقدت بشي 5 ايام قبل. كيف ما كتشوفوا راه كيطلق الماء، باقي ما طابش. مره مره كتحركوا بحال هكا، يعني كتحركوا داك الماء كيهبط وكيطلع. ومن بعد ما كيطيب تقريبا كدوز واحد تقريبا واحد نقول لكم واحد 15 يوم حتى 20 يوم كيبدا يطيب. فاول ما كتحلوه كتضيفوا ليه واحد المعلقه ديال زيت الزيتون، ضروريه باش ديك المعلقه زيت الزيتون هي اللي كتغطيه وما كيخليش يتعفن. وكتضيفوا ليه واحد الوريقه ديال الرند او لا ورق سيدنا موسى، وكتبقاو تستعملوه وما كتقيسوش بايديكم نهائيا. يعني فقط كديروا معلقه او لا فورشيط باش كتهزوا الحامض اللي بغيتو. فهادو هما كيف ما كتشوفوا راه كيطلق ما بوحدو. هذه بالنسبه للطريقه ديال الطرقاد. بالنسبه للطريقه اللي الثانيه اللي هي هذه، فهذا كنحتفظيه فقط في الثلاجه. هذه بالنسبه كنحتفظيه فقط في الثلاجه. بالنسبه للطريقه الاخرى ديال انني كنعصرو كنديرو في مكعبات، يمكن لكم من بعد ما كيجمدوا كتزولوهم من هذا المول وكتدخلوهم لكيس بلاستيكي. انا بالنسبه ليا هادو فكيتغطاو كنخليهم فيه. بالنسبه للطريقه الاخرى اللي هي هنا على شكل منادى، فكتهزوا الكميه اللي بغيتوا وكتضيفوا ليها الماء الكافي وكتحنوها مزيان، ومن بعد كتحنوها مزيان، ومن بعد كتصفيوها وكتضيفوا لها واحد يوغورت بنكهه الفاني، او لا كتخليوها فحال هكاك بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الحامض والحامض يعني المذاق ديال الحامض. فهذه هي المناضة ديالنا، المناضة التركية الشهيرة. وبالنسبة لهذا الحامض فتا هو كنطحنو وكنعاود نطحنو مزيان وكنضيف ليه الماء وكنصفيه وكندير معاه جميع الفواكه، يعني اي فاكهة كتبغيو يمكن لكم تضيفوها ليه، كيجي ممتاز ورائع. ودائما كتضيفو السكر على حسب الذوق ديال كل واحد. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال استحسان ديالكم ويعجبكم، وكنتمنى ما تبخلوش عليا بجيم لا فيديو. بالنسبة للناس الجداد فمرحبا بكم، الف مرحبا في القناه ديالي. ما تنساوش تابوناو عندي وتفعيل زر الاشتراك باش يوصلكم ديما الجديد ديالي، ونتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم.